طب ما نشوف مالك اللي في المدينة هيقول لنا ايه. لا يفتى ومالك في المدينة والأستاذ المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على التليفون. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير يا باشمهندس عدلي وعلى كل مشاهدين حضراتكم وجمهور ومشاهدي قناة النادي الأهلي. نحاول نفك الخط في القانون شوية، احنا على قدنا. لا انتوا اشد في القانون يا استاذ ابراهيم، والباشمهندس عدلي مرجعيه في كل حاجه، في القانون وفي الرياضه والتسويق، ودايما منورين الدنيا. ربنا يخليك. قول لي في الاول يا استاذ محمد، فيما يخص اللجنه الاولمبيه وقضيه الاستاذ العمري فاروق وانتخابه، ايه اللي حصل؟ بالنسبه لموضوع الوزير العمري فاروق، زي ما كل الناس عارفه وزاره الشباب والرياضه اقرت الحكم وامرت بتنفيذه، وخطبت مديريه الشباب والرياضه في القاهره لتنفيذ القرار، ومن ثم مديريه الشباب والرياضه في القاهره بتخاطب اللجنه الاولمبيه للاعتماد، لان بالطبع زي ما كل الناس تعلم وباحث النادي الاهلي وفي اللائحه الاسترشادية أن اعتماد أي نتائج تخص العملية الانتخابية أو عضويات مجلس الإدارات بيختص باعتمادها اللجنة الأولمبية. أنا بطمن حضراتكم وبطمن كل الناس أن كل الإجراءات الإدارية اللي كانت معطلة لمدة 24 ساعة خلاص تدخل الكابتن محمود الخطيب، الأمور بتسير بشكل جيد، وخلال ساعات سيكون تم الاعتماد من اللجنه الاولمبيه، ويعود لعمري فاروق لموقعه ومقعده نائب رئيس النادي الاهلي على وجه رسمي. اذا خلال ساعات تحسم الاجراءات في اللجنه الاولمبيه باعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق. تمام. بالضبط كده، وبالتوفيق لحضراتكم ولكل مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قال الباشمهندس عدلي هستعير منه هذا المصطلح، تكتمل اللجنه الاخيره في البنيان الرسمي لمجلس اداره النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه، وبالتوفيق ان شاء الله لمجلس اداره النادي الاهلي وكل الجمهور والحضرات. تمام. هذه واحده. نخش بقى في الايه؟ المحكمه الاقتصاديه وطعن النيابه على الحكم الصادر ببراءه مرتضى منصور في قضايا اتهامي بسب وقذف في مجلس اداره النادي الاهلي، ايه حقيقه الموضوع؟ هي حقيقه الموضوع ان دي هي اولا هي عشان عارفه دي قضيه من 13 قضيه. بعضهم قدم لجلسات، يعني في قضيه ثانيه تم تقديمها لجلسه في جنح العجوزه، وباقي القضايا خلاص طبق قوسين او ادنى من نيابه حل جلسات وانتهت فيها التحقيقات. والناس بس تبقى عارفه ان هذه القضايا بتستغرق بعض الوقت عشان بتحتاج جهات فنيه وفحص فني وتكنولوجي وهكذا. بالنسبه لاستئناف النيابه، بالطبع النيابه كاحد اطراف الدعوه يحق لها مدى ارتأت ان هناك خطا في تطبيق القانون او في ثبوت التهمه، يحق للنيابه ان تستأنف خلال 10 ايام، وده اللي حصل. النيابه لما رجعت الحكم ارتأت ان الحكم الذي قضى بالبراءه هناك خطا في تطبيق القانون، وبالتالي طعنت الحكم، وسيعاد نظر هذه القضيه من جديد امام جنح مستأنف للقضيه ان شاء الله. اتحدد لها 26/3 مش كده؟ بالظبط كده ان شاء الله. حضرتك بتقول دي واحده من كام قضيه مرفوعه؟ من 13 بلاغ تقدم بيه النادي الاهلي. 13 بلاغ. في حاجه ملخبطه الناس، وقبل حضرتك ما تعمل المداخله انا كنت بقول تفسير او مفهومي البسيط الخاضع للمراجعه، يعني ان النادي الاهلي او اي مؤسسه رياضيه هي لازم ملزمة تروح للتحكيم بتاع اللجنة الأولمبية في شؤون الخلافات المتعلقة بالخلافات الرياضية وبين العلاقات المتشابكة في الشؤون الرياضية. يعني وقلت له أن مثلا لما نكون مختلفين على تفسير نص في القانون أو تنفيذه ممكن نلجأ للقاضي الطبيعي، أو حاجه زي اللي حضرتك بتقول عليها. صحيح احنا الاثنين ننتمي الى كيانات رياضيه، انا والاستاذ ابراهيم مثلا، ولكن واحد فينا تعرض للاساءه والاهانه، ما اظنش ان دي تبقى مسؤوليه اللجنه او التحكيم الرياضي، دي تبقى مسؤوليه القاضي الطبيعي. انا فسرت هذا الامر، مش عارف اذا كان هذا تفسير يقترب من الصحيح ولا لا. لا، هو ببساطة مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية هو يختص بكل المنازعات اللي تنشأ بسبب قرارات صادرة عن هذه الهيئات الرياضية أو بمناسبة نشاط رياضي. أما الوقائع الجنائية والوقائع الإدارية فدي ليها شق آخر، وبيختص بها القضاء العادي، وده لا ينال
من استقلال المركز، لان طبعا احنا بس بنوضح دي عشان الناس محتاره ايه اللي يروح هنا وايه اللي يروح هنا، وهل ممنوع خالص انك تروح للقاضي الطبيعي ولا؟ فالتفسير اللي حضرتك بتقوله ده بيوضح كل شيء. حسب طبيعه المنازعه يا باشمهندس عشان الناس تبقى عارفه، يعني النادي الاهلي مؤسسه رياضيه، انا عندي نزاع في عقد رعايه بروح المحكمه المدنيه، الا اذا كان في شرط تحكيم بروح مثلا مركز القاهره للتحكيم، العقد شريعه المتعاقدين، اما المنازعات او المشاكل الجنائيه بيختص بها افرع القضاء العادي، مركز التسويه بيختص بالمنازعات ذات الطبيعه الرياضيه او القرارات الصادره عن هذه الهيئات الرياضيه. خاصة يا استاذ محمد يعني ما هو مركز او القضاء الاداري هو اللي كان بت في ترشيح احد المرشحين الاستاذ وليد الفيل قبل الانتخابات، هو اللي اقر بترشيحه وهو اللي استبعده، فاذا انت كلجنه اولمبيه او كوزاره تبعت هذا الاجراء من قبل القضاء الاداري مش من قبل مركز التسويه قبل العمليه الانتخابيه. بالظبط بالظبط كده، والقضاء الاداري في هذه الجزئيه او كمنازعه اداريه، لان اللي حصل ايه في مساله الاستاذ عمرو فاروق ان هناك خطا في تفسير نص اللائحه، فده مش محتاج مركز التسويه، وان اللجنه هي قضاه لكن هم كانوا بيقوموا بعمل اداري واصدروا قرار اداري وتم تشكيل لجنه الاشراف على الانتخابات بقرار اداري ومن ثم تخضع لقرار الاداري، واعتقد اني اللي يطالع الحكم من الدائره الثانيه محكمه القضاء الاداري برئاسه المستشار العظيم المحترم فتحي توفيق، حكم وثائقي من 20 ورقه تحدث بكل شيء وسرد كل شيء واوضح كل شيء وانتصر لاراده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وانا عايز اقول ان الكابتن القصيب في الحقيقه كان له جهد كبير في اتمام هذا الامر وانهاء كل هذه الامور، اللي ان شاء الله خلال ساعات هيكون الاستاذ عمرو فاروق منور مكانه ومقعده في مجلس الاداره. خاصه ان اللجنه الاولمبيه عندما اعتمدت النتيجه كان تفسيرها هي ما خضتش في الجوانب الفنيه، هي اعتمدت ما جاء اليها من الجهه الاداريه. بس خليني بقى كده عشان ما نروحش بعيد، هبدا مع حضرتك من اللي انت قلته، انها بتعتمد ما يرد اليها، اذا قرارات اللجنه الاولمبيه بالاعتماد هي قرارات كاشفه وليست منشئه. هي سلطه اعتماد. علمتني انت مصطلح جديد بقى اهو. كاشفه وليست منشئه. في حاجه في القانون اسمها قرار كاشف وقرار منشئ. صحيح. القرار الكاشف هو اعتماد ما انتهى اليه جهات اخرى بحسب القانون، لان اللائحه بتشترط اعتماد اللجنه الاولمبيه لهذه النتائج. بارك الله فيك. نورت المحكمه يا استاذ محمد. تحياتي لكم ولكل مشاهدتكم وبالتوفيق دائما يا رب. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي، واعتقد طمن حضراتكم انه خلال ساعات ستعتمد اللجنه الاولمبيه الحكم الصادر عن محكمه القضاء الاداري باعتماد فوز الاستاذ العمري فاروق بالتزكيه نائبا لرئيس النادي في الانتخابات الاخيره، وايضا التاكيد على طعن النيابه على حكم براءه المحكمه او حكم الصادر من المحكمه الاقتصاديه ببراءه مرتضى منصور ضد او في بلاغ الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في قضايا السب والقذف. الحقيقه الله يكون في عونه وفي عون اللجنه القانونيه، وهو يعني هو من هو في القانون وفي في يعني في دنيا المحاماه، عندهم شغل كتير جدا جدا، وده يعني كنا نتمنى ان الوسط الرياضي يهدى شويه، مش مفروض تبقى الليله كده بكل هذه الاعباء.